هي تبان ليا هاد الساقيه، راه شتو هاد الساقيه؟ راه حل في راح الساقيه، شو الساقيه اخرى دايزه من هنا. وين نهود؟ انا غنهود شوف. وبيه وهنا تنصيب هاد المغارم، هاد الحفره، حتى نقول بالنسبه للحفره هاد الساقيه اللي قلت لكم، هادي تتكون مسدوده، ولكن هادي تتبين ليك راه كاين هنا واحد المغاره تتكون مسدوده بالرمل ها وبالحجار. شو دورا داروا الصياد هادشي؟ دابا هنا الصياده ولاو تيجيو تيصيدوا هنا نحجل تيتخباو على الرناب. وشوف هاد اللعبه هادي، ترى صب الماء، صبت الشتا الماء تيمشي معاه، هذا تمشي معاه هاد اللعيبه. شت كي داروا لي ثاني هاد الناس القدام، تيمشي الماء لهيف ما يدخلش هنا لهاد المغارة. بسم الله بسم الله، انا غنوريكم هاد المغارة. السلام عليكم ورحمة الله اخواني اخواتي المشاهدين قناة تربية الغنم في اسبانيا، معكم عبد مولى. تبارك الله عليكم اخواني اخواتي المشاهدين على المشاركة والمتابعة، الله يجازيكم بخير. الحمد لله بكم فضل الله وبكم تنزيدوا القدام، نبقاو نتشجعوا، وخصوصا التعاليق تبارك الله اللي تديروا لي التعاليق تتنصحوني. كما قلت لكم اخواني اخواتي المشاهدين، هذا الفيديو هذا اللي ندير دابا غادي تشوفوا، بغيت غير نشكركم الصراحه على التعليق اللي علقتوا لي في الفيديو اللي درت قبل، اللي قلت لكم الصراحه هاد الخدمه ديال الغلم راها ماشي سهله اخوتي، الصراحه راها صعيبه، راه تتبان لكم بحال الطبيعه ما شاء الله، وهذا الشيء زين زين تبارك الله، الطبيعه ومع الحيوانات وتتكون بوحدك هي راه زوين، ولكن راه اللي جيت تشوف راه سويع كثير من السبعه حتى الثمانيه، راه ماشي غير انايا اللي راه كاينين الناس تيخدموا حتى هما بحالي تشكل في هادشي ديال الغلم. حقاش هادي بهيمه حيوان، وهاد البهيمه هادي خاصك تبقى معاها من الصباح لحتى العشيه، ماشي هي ماكينه تسكتها وتمشي ولا شي طوموبيل ولا شي ماكينه شي لا، لا دو حيوانات خاصك ديما مالا تتصيح. ها انتوما شافوا هادوك تيتناطحوا، راه شافوا هادوك تيتناطحوا. الغلم راه تتهضر حتى هي، راه سبحان الله، راه هاد الحيوانات راه تيهضروا. دابا راه شايفيني واقف نتا هما مريحين، حقاش دابا كاين البرد، وهي الغلم في هاد البرد والقمز بحال كويا كيما تنقولوا ما تترشقش ليها على الماكله، كاين البرد تبارك الله، راني داير غير ليكات، بغيت تضرب شويه الشميشه راه غادي تطلع ان شاء الله الشميشه مزيان، ونديها ترعى في ديك البلاد اللي من لهي، ديك البلاد من داك الواد لهي، باش ما دابا حقاش كاين دا تتعسف عليا ما تاكلوش، راني شرحت لكم بزاف شحال مره هادشي هذا. شو هذيك التفرانات وقف عليها ما وكليت التفرانه هي بحال كنت تزقع قاش قلت من ايوا كيما قلت لكم اخوتي، هاد الخدمه طلعت ليا في الراس، ماشي طلعت ليا انا في الراس 100%. دابا انا تنفكر حقاش دابا تنخدم السويع فيها، هي السويع بزاف، وتنفكر ملي غادي نجيب انا الاولاد هنايا الا دفعت بهادشي ديال الكونترا ديال السرحه، تجيب ولادك هنا والفيلاج ما فيش المدرسه، تجي غير واحد الطوموبيل تخربق ليا راسي الصراحه اخوت. انا بغيت نعيش واحد العيشه زوينه مع وليداتك، تم يعيشوا مزيانين ما يحسوش بالغربه، حقاش الفيلاج راه بحال قلنا غربه، ما فيه لا حوانات لا حتى حاجه، فين يخرجوا فين يلعبوا فين يدوروا، تيبقاو حتى هما مغولين. انا الدنيا هاني رايح، انا ما عنديش مشكل، انا بغيت وليداتي يستمتعوا تما في الحياه من الطفوله ديالهم حتى لكبرهم، ماشي يبقى محرمهم هنايا في الفيلاج تا هما. دابا علاش تولادي راه خاصك تبقى معاه ديما، تبقى معاه حاصل معاه هنا، ما يمكنش تهز ولادك وتسر الدور وتقلب على خدمه اخرى. راسي حار الخوت صراحه، التعليق ديالكم تنقراهم وتنستافد انايا الا غلطت في شي حاجه بحال كويا في المسيره نتاعي، تنهز من عداده نصيحه، وهذا ما تنديرش به نصيحته حتى هو ما عارفش الظروف اللي فيها انا، فهمتوني اخوتي. ديما انا ملي تتحرف ليا في شي حاجه هكا تندير فيديو تنقول كلشي، داكشي اللي كاين راكم نتوما بحال الخوت الحمد لله،
وكما قلت لكم راكم منسيني في هاد الغابه مع هاد الحيوانات ما شاء الله. شو تبارك الله هاد النعجه مسكينه كي تفرانات تشوف في تيريزا مالكي. دابا داكشي اللي كاين انا خوتي تنقول لكم انا راني غير مضرك بهاد الصخره هذه، مضرك بها، راه كاين البرد، كاين واحد البرد، وفي هاد البرد هذا سمر ماشي غير برد عادي دافي، فيه البرد سمر. راه شوفوا مانكلي ريح حتى هو وعطى بالظهر البرد، جاي من هاد الجي، جاي بحكم من هاد الجي تي 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 يضرب. راني غير مضرك بهاد الصخره هذه كما قلت لكم اخواني خواتي المشاهدين. داكشي اللي كاين تنحكيه لكم ما شاء الله بحكوا كما قلت لكم هاد الخدمه هذه. دابا انا الاوراق يلاه عندي فيهم 4 شهور ديال السكورو، وهي خاصك على الاقل تكون واحد 6 شهور ديال العام ديما خاصك تدخل بهم 6 شهور ها باش تبدلهم. ونهار تبغي تبدل خاصك تكون تاني خدام عندك كونترا ديال الخدمه، واخا تكون عندك 6 شهور ديال السكورو. هاد الوراق ديال العام تيربجوا، الا جيت تاني بدلت وداك الشيء الوراق ديال العام غادي تبقى تاني جار تاني معاه بزاف. دابا وغادي تجيب ولادك ضروري خاصك تجيب ولادك هنايا، ما يمكنش ما تجيبش تاني ولادك. الا جبت ولادك في الفيله الصغير وانا ما تنشد نهار باش تريح مع ولادك بحال حتى حاجه ما درناها بحال تاني مغربين الناس. دابا هي خاصك هذا ما غادي يعطيكش دابا هو نهار، فماشي غير هو راه كاين ثلاث الناس عندهم هنا الغلم كاع ما تيعطيو حتى نهار، تخدم صافي خدم وسير الدار. كي السبت كيحد من الاثنين حتى الحد، ثلاثة متفقين على هاد الخدمة هذه هنايا. وهاد الرومانو اللي تيخدم معايا عنده 14 عام هو هنا، وديما حياته كاملة بحالك ما تيشد حتى نهار، وتزيد سوي بزاف ويبقى معاه ويخندش معاه. وقبس بابو باش دروك احنا كاع الدراري اللي خدامين هنايا الرومانوش تيديروا هاد الخدمه هادي، تيبقاو من الصباح حتى العشيه بحال ما تقول 24 ساعه و 24 ساعه. طرتني دي خوتي من هنا نعاود لكم ومن نصور نيت في نفس الوقت. داكشي باش انا ماشي زعما كي باغي نهرب عليه، انا ما عمري ما غادي نخلي بلاصتي خايبه. دابا ما غنخليش انا بلاصتي نخاطر نزيد ونخليه، غادي نجيب لي واحد تا هو بلا اوراق ورايح معاه تا هو ويستافد منه. راه الصباليوني تيستافد منك ملي تتكون خدام بلا اوراق، ولكن خاصو يعرفك النيت، ما دير لي لا مشاكل ما تدعي ما والو باش ترتاح. داكشي باش تبقى هو شادك لما صافك مشاكل تحسن ليه ما يدير لك هو السكورو. حقاش دابا تيخل دارك سرور السكورو راه تيولي يخلص عليك 100 درهم النهار، تجي بحال تجي لواحد 2000 درهم في الشهر تيخلص عليك ديال السكورو. وها باش ثاني تولي يعطيك الفاكاسيون تيخلصك حتى هو بالثمن باش يخلصك. دابا تخدم 12 شهر تخدم 11 شهر وشهر تيعطيه لك كونجي تيخلصك فيه مليون ولا مليون و40. دابا بحال انا خدام مع 3 سنين ما عمره ما عطاني فاكاسيون ديالي داك الكونجي ديالي فيه اللي فيه 3 شهور راه رابح معايا 3 مليون. وباش كل شهر تيربح معاك 2000 درهم عرفتو شحال، واحد 10 المليون هذه في 3 سنين رابح معايا. كون شاد واحد الوراق غيكون مخرج واحد 10 المليون من جيبو، راه تا هو عندو الرباح في هاد اللعبه ديال بلا اوراق، ولكن خاصو يعرفك النيت ما دير ولا مشاكل لا والو. بحال دابا انا تبارك الله الا بغيت نمشي ولا شي حاجه راه ما غادي نخليش بحال هكا ونزيد نقول صافي دبرت على الوراق يدبر راسو. انا ما ترضاش بحال كل شي واحد ينعد فيا خايب، راه غادي نجيب لي واحد يخدم لي ثاني ويستافد منه بلا اوراق، وهذاك غيخدم حتى هو ويشد اوراقه، راه بجوجهم غيستافدوا كاع كنا نديروا الخير منكم هكا. فهمتوني الخوت؟ انا عمري ما خلي وماشي غير هذا اللي غادي يعاود لي الوراق، الا بغيت نعاود انا الوراق ما نحلش فيهم. ماشي زعما كي هذا انا يهمني نبقى خدام معاه ونصوب الوراق. انا ملي وصلت انا للقانون راه قلتها لي، قلت لي ودي راه بغا نصوب الوراق، انا غادي نمشي ندبر على شي واحد يعاود لي الوراق. يا ما جاي نعوضهم ليك انا عليه، هو حقه صافني مزيان. وانا انا تنعرف ان الشركات يعاودوا لي الوراق واخا ما نخدمش معاهم سبانيون، غنمشي نخدم معاهم ويعاودوا لي الوراق في البلاصه بلا ما نضرب معاه عامين ولا 3 سنين ولا لابد معاه.
صافي غنكمل القانون ديال 3 سنين ندفع شركة ديول الصدور ديال الحديد. تبارك الله راني دافع كونترا جت الناس من المغرب هادي عمرها ما تحلف لينا في الكونترا باش نعاود الوراق فابور ما نخلص حتى ريال نعاودهم تبارك الله راه تنعرف صبا اليوم ماشي زعما كاين هذا هو اللي غادي يعاود لي انا الوراق زعما كاين بقى لابد معاه محتاجو يعاود لي الوراق بالعكس دابا انا خوتي راني تاني داير دروك انايا داير لون طونومو من غير الخدمه من غير الالطا الكونترا اللي معاه هوايا مع السباليوني هذا انا راه عندي دروك با اون طونومو بحال هكا تنقولوا بحال تنقولوا عندي شركه ديالي من غير هو نبدل انا الاوراق من غير هو نبدل بسميتي بهذا لون طونومو اللي داير هذه الشهاده هذه الشركه نبدل بها الاوراق واخا عندي ديال عام درتهم لقاش عيطوا لي انا صحاب اليوتيوب قال لي ودي تاع عندك القناه مزيانه وكو انا في الصبرين كاين واحد القانون هذا الشيء ديال اليوتيوب القناه تكون عندك مزيانه وتبارك الله وفيها المشاهده تدير قانون ديالها ماشي غير عشوائيه وصافي دروك عندي انا هي باش داير انا بحال داير مع الشركه مع اليوتيوب هذا الشيء ديال تسجيل الفيديوهات وكو قانونيا به هذا نبدل انا الاوراق ما عنديش انا المشكل بهادشي ديال السرحاب لا هادشي ديال السرحاب نبدل انا بالوراق بهذا القانون اللي درت مع الخيستوريا مشى عند الخيستوريا هنا صافي هما عيطوا ليا وقالوا ليا دير عندك قناه مزيانه وهذاك الشيء دير سميتو هاد القانون ديال هاد القناه هذه ودرنا الحمد لله وهذاك الشيء واخا هما راه تولي ثاني تولي تخلصي ثاني تخلص الضريبه ديال هاد اليوتيوب حتى هو فيه بحال قلنا دير شي الغلم وتخلص القانون وداك الشيء تا في هذا اليوتيوب تا هو عندهم نفس الصبانيون هذا الشيء هذا تسولي تخلص قانون ديال هذا اليوتيوب وعارفوا كيفاش تسجل بزاف ديال الحوايج عاودوا لي انا كاع ما كتعرف انا هذا الشيء هذا تمشي عند الخيستوريه هذيك السكرتيرة تتكون توريك هذا الشيء هذا باش شرحوا لي هذا الشيء باش عم واحد دابا داير اليوتيوب راه ما يكونش عارف هاد القضيه هادي راه اليوتيوب راه اونطونومو راه تا هو خاصك دير ليه بحال داير شي محل ديال الحانوت ولا شنو تا هو راه عنده قانون ديالو تا هو باش ديرو باش دير كونترا معاهم وتولي باش تسجل وكا هادشي هذا تا هو راه مادا جريت فيه تا هو كان تا هو برزطني يا خوتي هادشي تا هو يلاه بغا نمشي للمغرب وما عيطوا ليا قالوا ليا عيطوا ليا قالوا لي ودي راه خاصك دير اونطون القانون ديال هاد القناه هادي والحمد لله درناها وبخير دابا خا ما نخدمش صافي قالوا لي راه دابا حتى غادي تبقى غير تسجل ودير بحال هادشي اللي تدير صافي واخا ما نخدمش نبدل الاوراق ولكن انا ما ثقتش قلت انا خاصني نبقى انا دروك انا داير التا هاد كونترا ديال الغلم لا والله عسى ما يقدروش يبدلوا لي بهذاك الشيء ديال اليوتيوب وتنقول انا ما مدخلش خاصني ندخل 6 شهور ولا عام ونعدي كثار من شي 6 سنين ديال الخدمه ديال السكور وحقاش انا راه كانوا عندي الاوراق قبل في 2001 جيت هنا بوراقي وخدمت في شركات 4 سنين خط واحد خدام ثاني عامين في المرمون ما خلينا فين خدمنا في السدور ومدخل انا السكور كثار من 3 شهور عدي انا مع 6 شهور زعما كنت نتسنى ندخل عندي انا بزاف راسي الصراحه راسي تربج والله العظيم الخوت راسي سبحان الله تي تربج عليا انا راسي كيفاش غنمشي مع هذه الحياه ديالي انا ماشي غير انا دابا اللي تي تربج ليا راسي راه اي انسان اش اللي ندير ها اللي ما ندير كاين اللي تينجح كاين اللي ما تينجحش لي داك الشيء هذه الحياه خويكو بحال اللعب بحال تتقمر مع الحياه ديالك تدير واحد المشروع يقدر ما يصدقش ليك شحال واحد مسكين كرا حانوت عمرو بالسلعه دير من هنا من لي ما تيصدقش لي داك المشروع لا كرا لا سلعه لا ربح لا راس المال كاين اللي تيدير حانوت غير صغيور ولا شي لعيبه كوا ثمن بسيط تنجح وتمشي بعيد سبحان الله هاد الحياه خويكو بحال دابا انا خرجت من عدو معول على هاد الشركه ديال اليوتيوب زعما كي راني داير هاد الشيء ديال اليوتيوب نهار بغيت نبدل الوراق يرفضوا ليا يقول لي لا انت راه خاصك هاد الوراق ديال الغلام صدقوا ثاني بعدين زيرو راسي داخل ثاني لقيت معاه لقيت عرب ثاني من 7 حتى 9 راسي تربج انا من جيت المغرب وريح هذاك الشهر يا ترجع ليا الميموار ثاني
لا الحياة مع الوليدات والعائلة انت قلت انا اش بيني وبين من الغربة ولا الصباليون حقاش انا كان صلحت الوضع ومشيت للمغرب طلع لي الدم انا تطلع لي النقشة صافي ما تيبقى يبان لي حتى حاجة لا امريكا لا اوروبا لا سبحان الله العظيم خاصكم خاصكم تقدروا تقدروني مع شي بعدين يا ودي تعش بغيت صاحبي بقى في هذا الغلم من 7 حتى 9 راه بزاف راه النفس تتبغي تنبغي نشد في راسي ما الصبر تيتقهدى كما تيقولوا اهل المثل المغربي راه الصبر راه تقهدى ها واحد الشهور صاحبي هاد حش الشهور تاعو انا نشوفو تيجيني الضحك راه داير لي هادي باش باش ملي ركب عليه ما يشوفنيش راكب عليه الحمار راه فيه قوالب الخوت راه ما بقاش نعاود لكم التحرميات اللي تيدير معايا راه تيتصنت ليا راه تيدور في ودنو ما وكلي ها هما صافي تعالي تعالي تيريزا فريدي شو تيتسابقوا دروك العناد فيهم صافي صافي اه والله خويا لا لا راسي داخل عليا والله ما عرفت واش نبقى في هذا الغلام ونبقى صابر ثاني هذا العام وكيفاش ثاني لا شت الاولاد داني كدير ريمت اللي هازهم طوموبيله وتجري بهم تقلب على غلم اخرى حقاش ولا خدمه اخرى دابا تتصيب شي خدمه ما تقدرش تصيب داك الصبريون اللي غتخدم معاه ولا شي غتخدم معاه مزيان ضرب معاه 20 يوم تيبان لك فيه البلان ماشي هو هذاك ودابا جايب حتى ولادك نات ولي لازم تجاري معاه في شي طوموبيل وهذاك الشيء ما والله الا تدوخ هاد الغربه حتى هي الحمد لله على كل حال صبر وصافي نتمناو بخير ان شاء الله وانا عييت من هاد السويع بزاف صراحه عييت راه 41 عام ماشي زعما كي صغير ولا راه بنادم تيمل 41 عام بقى انا كاع حياتي بحال كويا نجار انا مع الحياه بحال كويا من 7 حتى 9 تجيب ولاد خدم الدار خدمه الدار دخل بالليل تخرج بالليل ماشي راه كل واحد ماشي زعما كي انا باغي نسلس عليه ولا اي انسان تيقلب على شي حاجه اللي هي مزيانه ليه في الحياه حنا كرهنا نمشيو نعسو ونريحو عندك الدار وكل شيء والماكله داخله خارجه الحمد لله ما تخدمش اي انسان ما يكرهش هاد العباد سوا سير تجري ودير الرياضه وتحرك حتى هذيك هي وكيف فينا هي تقول لي ما تصيب هاد العباد اصك اخويا تخرج للبرد يقفصك باش تعيش حياه زينه بحال هكايا تعيش راسك ولادك وكان واحد كنقول لكم واحد القضيه واحد السيد كان حيط ليا عيط ليا انا رجيت هالبلاصه وانا نتذكر علاش هاد السيد اللي عيط ليا كان عيط ليا في الانستغرام قال لي عاد مولاي هذيك البلاصه لا تذكرتو اللي كنت وريتكم لا تذكرت كنت وريتكم هذيك البلاصه اللي قلت لكم هذه راه فيها خزينه واحد الصخره انا غادي نوريها لكم وعيط ليا هو من دوك الشعواده عيط ليا قال لي عاد مولاي شوف نجي نخرجو من تما الكنز انا راني تنعزم تنقرا هذاك الشيء ديال هذاك التخربيق ونجبدو منه الكنز راه فيه انا غادي نوريه لكم ها قال لي غادي نجيو نحفرو ونجبدو داك الشيء انا وياك بالنص اجا هي تابعاني سيري سيري فردي بناكي موكلي انا غادي نوريكم هذيك الصخره حشور راه رابطو باش مي تسالني انا موكلي اي سيو 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 اي موكلي سيو اجي بينا كي تيريزا سيو اي راه رجعت راه صافي فيرق تفرق قاعد عليا هنايا سيو بيناكي بيناكي تشت 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 هر نفر سيو سيو ايا مالي تبالي تفيرق حقاش انا راه باقي بغيت نمشي لهاد الجهه نمشي لهاد الجهه باش نقطع على هذيك البلاصه باقي البرد تبارك الله غتنشف الارض مزيان وديها باش ما تخسرش هذيك البلاد مولاها غنوريكم هاد الصخره هذه اللي فيها هنا واحد الخزينه ها هي هاد الصخره هذه هاي ميناك ميناك خير تفر تفرفس فيها ها هي الصخره اللي قلت لكم راه دايرين هذوك الناس القدام فخ اللي حفرتي عليه هي هذيك درت لها واحد الفيديو
انا كنت ديجي جيت هنا وحل حل حل سميتو فاس وتا الحفر، قلت هادي راه كون هذاك الطين وداك الشيء. ها هي هاد الصخرة، هاد الصخرة شو كدير ليها هادوك الناس بانينها بانينها هنا اش دايرين؟ هادي حجرة وهادي حجرة، مزقين هاد الحجر الصغير هنا باش يشدو هاد الصخرة هادي وضربو داك الشيء بها الطين ديال الحكم. ها هو ها مقصحو بحال السيمة. شو دايرين هاد العيبة هادي هنا؟ هاد المغارة شتوها تثبيت وداك الشيء، راه شافت انا شي تكاين في اليوتيوب الناس تيشرحوا على هاد الشيء ديال هاد الاثار. شوف هادي تيقولها ديال المربط ديال مربط ديال الفرس، راه مطقوبة هاد العيبة، راه مطقوبة مربط ديال الفرس. وهنا كاين واحد البير وقال لي انا عبد المولى راني ديك البلاصة عزمت عليها ها في الفيديو، قال لي راه فيها خزينة هنا، ولكن خاصك تعزم عليها الا بغيتي تجبد هذاك الشيء. هيا نجي انا وياك نجبدو هذاك الشيء هنا بالنص. انا راه كاع ما تنجاوب هذا الشيء، واخا قريت ليه انا داك التعليق ديالو ما تنقراش ما تنجاوبش. شوف هاد العيبة هي كثيرة، الصخرة كديري ليها وهاد الغار هذا، هاد الغار هذا. وشوف هاد الاشارات، ها الاشارة دايره هوك، شو دايره شد لعبة الاشارة ها، ودايرين وسط الحفيران. هادشي راه كاع اخوتي اشارات دايرينهم الناس القدام. وهنا غادي نسي نوريكم، غادي ماكنتش غنسي نوريكم، غنوري لكم انا ما عنديش في انا في هادشي هذا. ما شو كديري لهاد الصخرة هادي ها، باش هاد بغيت تحفر هذاك البير تردم عليك لتمه. انا غنسي نوريكم. فالي فالي اجي اجي، غنسي نوريكم واحد الخزنة تكشفت تكشفت في 1942. فالي فالي بحال هاد الشكل، هاديك المغارة اللي لهيه. لا نطلع نوريكم بلاتي. شوفوا عقلوا على هاد العيبة هادي، هاد العيبة هادي، هاد الإشارة، هاد الساقية. حنا نقولو لها الساقية، ماعرفتش يقولو لها هما أصحاب هادشي ديال الإشارات. هاد الساقية هادي، هاد الحفيرة هادي اللي غادي مهودة، زعما كي راه كاين واحد المغارة لتم، كاين واحد الحفرة لتم، وراه كاين النيت. عقلوا على هاد العيبة، أنا غنوري لكم فواحد الصخرة أخرى، أنا غنمشي نوريها لكم. شفت هي الحفيرة هادي دايرينها هنا، هاد الساقية اللي وريتكم، قلت لكم هاد العيبة هادي انا غنوريها لكم فين 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 سطها، ونهود تحت منها، هود تحت منها صبت ما حفرة مغارة هاي تاعي دفير هادي. فين كاينة؟ راه كاينة حتى حتى الشجرة حتى. انا غنمشي نوريها لكم حشور خليتو لي مربوط. طب ياك انت ماك تفص تبرمص، هرنب 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 تشت 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 تشت. قلت لهم هرنب مارش. هاي هذيك الإشارة اللي قلت لكم كاينة حدا حداش الشجرة شغلة متم جاية تابعين. هنا بعدا كي طاك البرد هاد الشجر ما تنحسش بودني يكرمو عليا وصباعي. والله ما جاية تابعاني. دابا كاين الغيث بس كاينة الأرض، كلشي فازق. هما هاد الإشارات، هاد الحفرة، هاد العيبات، هاد الحفرة هادي هادي هادي. أنا كنت شتا الحفرات هنا، كنت الغنم داخل لواحد البلاد هنا تشوف هاد الصخور بحال هادا. شتا الحفرة هادي هنا، هادي
ماشي عادي الحفرات هذا. تنقول هادو ما دايرهم شتاه. طيب جيت انا نسطر الحفيره الحفيره هي تبان ليا هاد الساقيه، راه شتو هاد الساقيه، راه الحفيره حد الساقيه، شو الساقيه اخرى دايزه من هنا. وين نهود انا غنهود شوف، وبيوت وهنا تنصيب هاد المغارم هاد الحفره، حتى نقولوا بلي من الحفره هاد الساقيه اللي قلت لكم هاني. هادي تتكون مسدوده، ولكن هادي تتبين لك راه كاين هنا واحد المغاره تتكون مسدوده بالرمل ها وبالحجار. شو دور داروا الصياد هادشي، دابا هنا الصياده ولاو تيجيو تيصيدوا هنا نحجل تيتخباو على الرناب. وشوف هاد اللعبه هادي ترى صب بالماء، صبت الشتا الماء تيمشي معاه، هذا تمشي معاه هاد اللعيبه. شتي كي داروا لي ثاني هاد الناس القدام، تيمشي الماء هي ما يدخلش هنا لهاد المغار. بسم الله بسم الله، انا غنوريكم هاد المغار شو قداش. هل شبويت شتوا هاي فين تكشفت 1942 في الحرب العالمية الثانية، ديك الساعة لان ما شدت اوروبا في هاد القيدة، وكان هنا تيجي تيتخباو هنا. ولكن هادي تكشفت واش قبل ولا الله اعلم. هاد المغار شوف فيها هادوك التويشيه، هادوك الحفيرات، شوف فيها هاد الاشاره كي داير هنا. التيريزا هادي راه تكشفت، هادي هنا تيكونوا دايرين دوك السيوف القدام ديال الرومان الخزينه. شوف من دايرين تتنفس، كان مسدودة ولكن راه تتنفس من هنا. شتوها باش داكشي مشاو واش ما يجرى لي شي حاجة. خرجوا من هنا خوتي مزموتة، شال المغارة ما تبانش لك، تكون مسدودة بالتراب وداك الشيء ما تبانش لك، بلا راه كاين تحت هاد الصخرة هادي شي حفرة تحت ما تبانش لك. وراه دايرين ديك الإشارة ديال ديك الساقية، بلا راه كاينة مغارة هنا، تلقاو عاقلين عليها. وهاد العيبان هادا ما تبانش لك، كون كانت مسدودة ما تقولش ترا كاين كاينة حفرة هنايا تحت رجليا، ما تقولش. إلا كانت مسدودة بالتراب لا ما تقولوش كاينة شي حفرة. يعني دابا هنا كاينين الحفاري بزاف الخزاين، حشور خليتو ليه، هو عيط ليا قال ليا قال ليا نجي نحفر انا وياك هذيك الصخره اللي كاينه تما. شو هذا ديال التعلب هذا؟ يمكن هذا التعلب هذا صغير ورد الفك، ما عرفتش شي ديناصور ولا ما. هذا الفيلاج قديم، شو تكون هنا شي حفره ثاني هنايا فيها ثاني شي خزنه. وصاب تلقى اللوشات مهرسين، وصرفت فلوس هنا قدام. قلت له واحد الصبايا انت قلت لي البلاصه اللي عندكم فيها شي لخزين هنا البرد الخوت، وعيط ليا قال لي نجيو هنا نحفرون انا وياك والنص. يا ودي قلت لي هذا الشيء اللي تبعته الله تيهب لك، واحد يخدم لي باش قسم لي الله الشيء ديال الخزان وقلاب وديرك هاي حمقك تتولي طماع. والله خوتي تتولي طماع، تقول نصيف شي خزينة الفلوس دب اللويز الماس، وورا ما داير غير جاه الله الخوت. كنا غادي نتحاسبو كي فقير كي غني. ها شو ديري بهاد المال؟ طلبوا الله السلامة خوتي، هادشي اللي كاين داكشي باش اخوتي باش مليتش لا سويع فيها وحرت ما عرفتش ندير. الحمد لله غنبقى صابر تنشوفو كي نديرو ان شاء الله. اما هو راه تصبالوني من عمري ما نخليه بحال اون بان طلا. الناس الدراري اللي خدمو مساكن ما عندهمش الاوراق يريحو معاه، بزاف ديال الدراري تنعرف. ود خالتي كاين، كاينين تا واحد الدري ود خالتي تيعرف تبارك الله الغلم
ودري درويش ما يكمي ما يشرب، لا حطيتو لي هنا هنا بقى معاه تا هو خدام معاه هذاك الدري. ايوا نتمنوا خير ان شاء الله لاي واحد، الله يسهل على اي واحد، واللي مريض مسكين الله يشافيه ويعافيه، ونطلبوا الله السلامه يا ربي يسرنا في الدنيا وفي الاخره. والحمد لله هادشي اللي كاين اخوتي، هادشي اللي درت داك الفيديو اللي قلت لكم الغرام طلعت ليا في راسي، قلت الحمد لله فكرت قلت غادي نبقى ان شاء الله تنشوف كي ندير وصافي مولاها ربي ما عندك ما دير. دابا الا جيت بغا نبقى نقول ليه يعطيني نهار يومين بحال يقول ها حتى شتا دابا شاد الوراق بغا يولي يتحاسب معايا، فهمت؟ اما تهز راسك من عدو ولا حقاش دابا الا درت انا هكاش ديت نهار ويومين هذاك الرومانو غايولي يقول لي انا من هنا غادي اما نزيد الوحل، وانا غادي نقول لي شي نهار بحال نريح معاه ونقول له ودير من هنا ولا من هنا نذاكر معاه في هادشي تنشوفو كيما قلتو لي نصحتوني قلتو لي غير صبر تيفرج الله. ايوا هادشي اللي غادي نديرو بزاف حقاش ديال التعليق قلتو لي غير ريح كون خير ان شاء الله. تنشكركم على التعليق الجميله، الله يجعل ربي يخليكم لينا خوتي اخواني خواتي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وخا تيريزا عندها الزغب تتشوف القرامط، خا عندهم الزغب في عينيهم تا يشوفوا هي راه خاصني نحسن ليهم، راكم مرة تنقول تا نحسن ليهم، تيشوفوا تبارك الله مال ماكل فقعان مالهم.